يا خيبتك يا مليت بختك يا رجاء. اهدي يا ماما. يا خيبتك يا رجاء. يا ماما اهدي اهدي يا حبيبتي. اهدى اهدى ازاي اهدى ازاي؟ ده انا هخرب بيته. بقولك ايه، كلمتهولي شفت هو فين؟ ما ينفعش يا ماما، لازم نعرف هنعمل ايه الاول. نعمل ايه في ايه؟ نعمل ايه في ايه؟ ده عمله اسود وبلايب 60 ديله، ده متجوز يجي 600,000 واحد عرفي. ده ما كانش ناقص غير ان هو يتجوز ام سمير الدادة اللي عندنا. الحمد لله يا رب، شريف اسمه مش فيهم. ما انا 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 بقول يا ماما ان اكيد الموضوع فيه حاجه، اكيد الورق ده مزور، اكيد بابا مش عامل ملف الجوازات العرفي. ورق مزور ايه؟ ورق مزور ايه؟ ده ربنا حط لي الورق ده هنا عشان يكشفهولي، عشان يكشفهولكم. اهدي يا حبيبتي، عشان تعرفوا ابوكوا ده ايه. اهدي حبيبتي اهدي، مش كده. اهدى اهدى ازاي؟ بقول لك ايه يا واد، انت انت عارف حاجه وما بتقولي ما بتقوليش؟ انا اعرف حاجه يا ماما. عارف حاجه وما بتقوليش؟ انا اعرف حاجه وما بقولكيش. انا ما اقدرش ما اعرفش حاجه وما انا اعرف ليه يا ماما؟ طبعا، ما هو من خيرتك القويه، ما انت كنت لازقله كده في الرايحه والجايه وبتشتغل معاه. كان زمانه عمل حسابك، كان زمانه ما عملش حاجه من دي ولا عارف يعمل حاجه من دي. يعني انا عارف يتزعق لي مش عارف يتزعق لي؟ وبعدين يا ماما هيعمل حسابي ليه؟ هو كان هيتجوزني انا. امشي امشي من وشي، مش عايزه اشوف خليتك. ماشي. انت نعم كلميني شريف حالا. كلميني شريف وتقولي لي هو هيجي امتى. حاضر. كلمي قولي شريف. حاضر. عاوزه شريف. حاضر. هتقولي شريف حالا اهو بكلمه. كلمتيه؟ بكلمه والله. ماشي. طب انا شايفه بتطلب اهي اهي بتطلب. بتطلبي؟ ايوه. شريف لا، موبايله مقفول. مقفول. تليفونه مقفول. لسه قايله. سمعت؟ تليفونه مقفول. ايوه مقفول. يا اما ما بيردش. صح؟ ايوه صح. طبعا. اوعي. يا ماما. اوعي يا بنت. حاضر. وطبعا طبعا العلبه دي والهديه اللي كانت جواها كان اكيد جايبها الواحده من الاضيشو. ده انا هخرب بيته وبيت اللي خلفه. كلميلي سوسن. حاضر. كلميلي سوسن. يا جماعه حد يديها تليفون. كلميلي سوسن عشان هي بس اللي هتبرد ناري. حاضر. وتقول لي اعمل ايه؟ تقول لي اعمل ايه؟ بالراحه يا حبيبتي. قال لي اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها؟ بالراحه يا حبيبتي بالراحه. بصي بصي يا ماما، انا رايي يا حبيبتي ان احنا ما نعرفوش ان احنا عارفين اي حاجه لحد ما نشوف هنعمل ايه، بس كده. ماما يا اختي سد يا اختي سد، والنبي بطل الله يخليكي ما تقطعيش قلبي. شفت يا دردش؟ لا ما شفتش. شفت يا اخويا؟ شفت سلام عمل فيا ايه بعد العمر ده كله؟ بس يا حبيبتي شفت؟ بسم الله. كل دي كل دي اوراق عرفي. يخرب بيتها كل دول، ده كشكول 100 صفحه، ده وقعهم ازاي؟ ده احول. انا قلت لك بالاول يا اختي ده تاجر لعب، اهو لعب بيكي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم. الهي تحول اكتر يا اخويا. الواحد مش عارف هيلاقيها منين ولا منين، من خطيب البت اللي طلع نصاب ولا من جوزك الخاين ده ولا الخمسين الف جنيه ولا الجاتوه تمنه. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش عارف بيحصل في العيله دي ليه كده يا ربي. كلي جاتوه يا اختي كلي جاتوه. طب بايكن هو انا في ايه ولا في ايه؟ جاتوه ايه دلوقتي؟ انا كل اللي عايز اعرفه اتجوز كل دول امتى؟ امتى؟ اكيد يا اختي وانتوا بتلعبوا استغمايه سابك انت تعدي وراح هو يلعب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سلامه. الهي تحول اكتر واكتر. استغفر الله العظيم يا رب. ما تقلقوش ما تقلقوش يا اولاد عبد واحد، ما انا راجع عشان احل لكم مشاكلكم. يعني هتعمل ايه؟ ولا حاجه يا اختي، انا رايي ما نعملش اي حاجه. يعني ايه مش هتعمل حاجة؟ عايزها تشوف خيانة جوزها ليها بالشكل ده وتقف ساكتة؟ اختك بسم الله ما شاء الله هبلة، عايشة طول العمر ده كله مع جوزها وما بتاخدش منه ولا مليم، وهو اللي بيجيب كل حاجة، والست لا مؤاخذة لا حضنة ولا حاجة، يعني لو طلبت الطلاق هيرميها في أول شارع. يا خبر اسود وقليل، ويعني عايزني اسكت على خيانته دي كلها؟ أو شجعيه، كل ما يتجوز سقفيله. ماشي كده. لازم يكون في حل. بقول لك ايه؟ انت لازم تنزلي ابنك يمسك شغل ابوه، ده الحل الوحيد. انت قصدك مين؟ وليد بلا لايكه؟ بلا نيله؟ ده حمار. وليد؟ وليد ايدك منه والارض زي المنيل ده. هو ده الوقت اللي لازم ابنك فيه يتحمل المسؤوليه. تفتكري؟ تفتكري اني ممكن اكون انا اللي قصرت معاه؟ او قصرتي عليه؟
انا رايي يا اختي بقى ناكل جاتون ننبسط. امسكي حلي بقك. اوعى طري على قلبك. امشي. حاضر حاضر. معلش يا اختي معلش. ولا هنا ايدك ايدك زفره. لا ما انت ما تعمليش حسابك تيجي تزحمينا وتطلعي هنا في الشقه. لا اعملي حسابك انت كمان. انا عيني على عود الدهب. معنا قرار بتسليم الفيلا للملك الجديد الأستاذة سوسن فاروق العزازي. إيه؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.